بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فولورز الموسم الثالث. ضيفتنا اليوم هي أشهر عارضة أزياء في المغرب ورمز من رموز الأناقة في المغرب. معنا اليوم أشهر مؤثرة، معنا ليلى حديوي. أهلا تسام. مرحبا بك. لاباس عليك. شكرا بزاف قبول الدعوة ديالك. لا خطيك. بعد محاولات كثيرة. كل مرة تنقولوا اليوم غدا من بعد الكونفينمون، من بعد فشل الكونفينمون، من بعد كل حاجة وكتجي فوق طال. الحمد لله. الحمد لله. أنتو كاسم في بليزير. سنة ابتسام. فريمون. ألوغ أول حاجة غنديروها ليلى هي نمشيو نشوفوا أن روبورتاج عليك. أوكي. ضيفتنا اليوم هي ليلى الحديوي من مواليد 16 يناير 1985 في مدينة الدار البيضاء برج الجدي. صبحات عارضة أزياء في سن 17 سنة حيث شاركت في عدة عروض أزياء لعدة سنوات. من بعدها دخلت ليلى العالم التمثيل من خلال مشاركتها في عدة مسلسلات وأفلام، من بينهم مسلسل زينة الحياة، القضية، ميتاجة، الخاوة، وفيلم سارة لسعيد الناصري. وهنا ضيفتنا ما كانتش منحاصرة ما بين الأزياء والتمثيل فقط، بل قامت بتنشيط عدة برامج من بينهم إليكي، صباحية دوزام، وسيدات شوبينج. وبجمالها وأناقتها صبحات أيضا وجه إعلامي للعديد من الماركات التجارية المعروفة. ومن بداية مسيرتها الآن صبح عندها أزيد من 5.5 مليون متابع على الانستغرام. تبارك الله 5.5 مليون ديال المتتابعين ديال ليلى حديوي. ايوا الحمد لله. اول حاجه اللي بغيت نشكرك لك نجيتي اليوم بلا لي طالون. اليوم احتراما للنفسيه ديالي. ولكن اجي واخا هكاك قلت مع راسي غادي تبان لكم في التلفازه اكثر من 41، الله يسامح 41. مي سي با غراف متبعين لا طوندونس ديال لا مود. الله يحفظك. ميرسي. الو ليلى، يمكن نقولوا كيف ما قلت اشهر عارضه ازياء في المغرب. شنو السبب ديال ان ليلى ملي كنقولوا مانكا مغربيه اون بونس ديريكتومون ليلى حديوي، الوغ كو كاينين بزاف ديال لي مانكا؟ واش الجمال اكثر من الاخرين؟ واش البوسوز اكثر من الاخرين؟ واش حيت بديتي انت الاولى؟ فين كاين السر وراء ان ليلى خدات ربعت على عرش الازياء في المغرب؟ لان فاش كتكون عندك واحد الرغبه في واحد، الوغ فاش بديت انايا في هادشي ديال عرض الازياء فاش كنت باقي يلاه باديه يلاه تنتعرف على هذا العالم هذا، كانوا شي بنات اللي كانوا قبل مني بيان سور في الدومين اكسيتيرا، وكانوا حاقريني عرفتي ديال شكون هذه اللي جايه هكا كيشوفوا فيك واحد الشوفه ديال الحقره، وانا عدا حاجه عندي هي الحقره، ولا نشوف شي واحد تيحقر على شي واحد سي كيك شوز اللي ما تنستحملهاش. بقاو ديك الحقره وبقاو ديك كيطلع فيك الواحد وكيهبط فيك بحال شي هذا، بقات عندي ديك لانفي باسكو انا من نهار اللي كنت صغيره زعما عندي 12 عام وانا كنت كنحلم نكون مانكان. دونك بقيت كنقول غنوصل. وفاش كتقولي في دماغك كل نهار غنوصل وغندير كتوصلي الهدف ديالك. إذا ما وصلتيش لهذا العام ما توصلي ليه العام الجاي، وإذا ما كانش العام الجاي يكون دابا 3 سنين، ولكن أو موان خصك ديري شي حاجة أن بوت شي هدف بين عينيك، والحمد لله ربي كيكمل كيعاون. ليلى عارضة أزياء عندك على مجالك ليلى حديوي ديال لو بريت ابورتي، عندك بزاف ديال لي زكتيفيتي كديريهم ليلى ام، فين كاين الوقت ديال هادشي كامل؟ كيفاش ليلى كتقدر تنظم الوقت باش تقدر دير هادشي كامل؟ هي قضيه غير كيفاش تقدري تنظمي النهار ديالك، يعني حياتك العاديه اصلا كيفاش كنت بحال دابا وخلي الخدمه، اذا كنتي غتفيقي في الصباح خصك ديري بروغرام ديالك ديال لا جورني، غتقولي اليوم غنمشي مثلا ندير المارشي، غادي نبدا بالشلاضه، غندير الغداء، غندير الديسير. دونك سي اون كيسيون دورغانيزاسيون. فاش كتكون عندك اون باسيون لهادشي اللي كديري ما كتحسبيش الوقت، ما كتشوفيش واش هادي احسن من هادي، شي حاجه اللي كديريها ناتوريلمون. ومن بعد سين كيسيون ديال الوقت كتورغانيز ما بين العائله، ما بين الاصدقاء، ما بين الخدمه ديالك، وما بين لي هوبي ديالك، لا باسيون. ليلى بوسوز. الملل ما تقدرش عليه، وفاش كن ولا روتين، الا كانت عندي لا روتين ما كنتعصب. يعني مثلا ليلى ملي كدير كتنظم ان ايفينمون
ديما ان ايفينمون يهضر عليه المغرب كامل في التنظيم في كاع التفاصيل ديال اي حاجه. يعني واش ليلى كان النوع اللي تيلمون اللي بوسوز غتوقف على كاع التفاصيل وغتوقف على اي حاجه، كلشي خاصو يكون بارفي، لي زانفيتي خاصو يكون اطون، لورغانيزاسيون خاصها تكون ما كاينش الغلط. قبل كنت كندير كلشي بوحدي، من بعد وليت كنتعلمت شي حاجه ديال تعطي ديك ديطاش لشي وحدين اخرين تي فوا. علاش تندير هادشي؟ باسكو دائما انا تندير بلاستي في لا بيرسون اللي كي ان فاس دو مو. عمرني ما غادي استدير الا كنت انتيا جاي عندي معروضه عندي خصني نفكر ابتسام الى جات عندي شنو غتبغي تلقى، واش غادي تبغي اتاي، يمكن قهوه، يمكن عصير. دونك خصني نوجد كاع داك لي بروبوزيسيون باش انت تجي تلقاي كلشي مقاد، تلقاي راحتك كيفاش. ما عرفتش واش لا بيرفيكسيون، ولكن دائما تنقول انا الى جيت عند شي حد ها كيفاش نبغي يعاملني. دونك انا تندير لا ميم شوز عند الناس اللي غادي يجوا عندي. هذا الشيء كله خاصو الجهد وخاصو الوقت وخاصو التفكير. يعني واخا ديري لي طاش انت اللي كتراقبي كل شيء. يعني ما تنديرهاش بالعانيه، سي كيك شوز اللي في الطبيعه ديالي، في الكاركتير ديالي، ماشي شي حاجه اللي كنفورسي فيها. يعني نقدر نكون جالسه نشوف واحد الديتاي اللي انت يمكن ما تشوفيش، نقول لك راه شوف عندك واحد شي حاجه هنا خصك تحيديها، ولا هكا عندي قوه ملاحظه. فاش كنت صغيره كان بابا الله يرحمه كان يعطيني داك لي جورنو كيدير لي داك ديال قوه الملاحظه، ديما كنت كتربح فيهم دغيا كنربح فيهم وندير لي ديك. ليلى دارت عرض الازياء، دارت الماكينات، فوقات فيها. ليلى دارت الاعلام وكانت اعلاميه ومقدمه في اشهر البرامج اللي كاينين في المغرب، مجموعه من اشهر البرامج في المغرب. ملي لونسيتي لا مارك ديالك بيان سور لقيناها الا اي بوكو دو سوكسي، المحلات ديالها في ارقى البلايص في المغرب الحمد لله. ما تنقوزوش ما تنضربوش بالعين. الوغ ليلى، علاش فين ما غادي ديري شي حاجه غتقدري توصلي كل كيسوا لو دومين، واخا يكون ماشي الدومين اللي عندك على باز. يعني مثلا ملي خدمتي اعلاميه وليتي من اشهر الاعلاميات اللي في الازياء، ملي كنتي في برامج صباحيات فباقا في هذا تبارك الله راه بيانتو 10 سنين في صباحيات فوالا. حتى ملي درتي سيده شوبينغ خداك اصلا برنامج كان مشهور برا، مي خديتيه و تو ابليكي لا لي توندونس اللي كان في دوزيام في ديك الوقيته. مالوغوزمون مع هادشي ديال كوفيد حبس، مي ما عرفتش واش غادي نعاودو ولا لا. مي ان توكا مي لي سيزون لي فاتو كانوا ناجحين، كانوا ناجحين فريمون. كنا كنوصلوا لواحد شي 10 مليون دو فيو ولا واش، المهم فريمون واحد لو شيفر كان خيالي. سكي في ليلى فين ما كتدخل في ان دومين ديما كتكون فيه بارفيت. ملي جا انستغرام وجا مواقع التواصل الاجتماعي، ليلى دخلت الانستغرام تبارك الله اوسي ان فرونس سوكسر، شنا 5 مليون و 5 ديال لي، وعندك بزاف ديال العلامات اللي هما بارتنير ديالك اللي هما علامات ديال بصح ماشي تفليه. كيفاش ليلى الا اوسي في انستغرام نجح وتولي parmi les influenceuses المعروفين في المغرب؟ الوغ باش توصل لهذا الشيء خصك تعرفي شنو هاد الناس. مثلا انت يا ابتسام ماركه، الا جيتي لعندي غادي تقولي لي فوالا انا بغيتك، علاش؟ حيت عارفه الخدمه ديالي كيفاش دايره، وعارفه شنو يعني خصني نعطيك داك الشيء اللي انت كتقلبي عليه، ماشي غادي نجي صافي ندير غير هكا الخدمه. انا دائما إلا بغيتي مثلا هكا تنعطيك هكا في الخدمة. علاش؟ لأن خصني نبين الخدمة ديالي، نبين المجهودات ديالي، وخصك حتى تكوني راضية بلو ريزولتا. إلا ما كنتيش راضية بالريزولتا بحال ما درت والو. واش هادشي فقط كان كافي باش تنجح ليلى، ولكن الغولاسيونيل الشخصية ديالها هي ملي كتلبس الحاجة وكتهضر عليها كتعرف الطريقة باش تهضر اللي هي بارفيت؟ ابتسام ماقدرش نقول لك زعما شنو هو السر، ولكن تنعرف بان باش يكون عندك دي فولوورز. انا كنقول بان انستغرام ولا مثلا فيسبوك داير بحال ديك لاكواريوم اللي فيه بزاف ديال الحوت. الا عطيتي الماكله راه غادي يبقاو عايشين، الا ما عطيتيهمش الماكله راه غادي يموتوا. اي اوتوماتيكمون انستغرام الا عطيتي لي سوجي انتريسون، الا درتي دي فوتو انتريسونت، الا درتي عطيتيهم دائما الجديد، الناس غيبقاو متبعين باش يشوفوا شنو كاين الجديد. الا بقيتي كتعاود وكتعاود وكتعاود سي با انتريسونت، انا غنمل. دونك دائما انا كيف قلت لك تنحط راسي في بلاصه لا بيرسون اللي غتشوفني ولا علاش غتبعني. إذا كانت غتبعني هاد السيدة ولا هاد السيد يتبعوني، خصني كل واحد يلقى شنو علاش غيتبع عليا لحد يوي. ليلى إت أون مامون، تبارك الله. شوفي الفوتو ديالك مع بنتك كبرات تبارك الله، سا باس فيت تبارك الله. لي في راه كيكبروا دغيا، ميم تا لي كارسون تا تبارك الله سا بوس فيت لي كارسون. مي إيناس سايا طويلة زعما كتلبس دابا أنا وياك نلبسوا بحال
كتدخل البلاكار كتقدم. ما بغاش تكون عارضة أزياء بحال ماماها؟ لا سي با سا لانتيريس با ما ماشي شي حاجة اللي يعني كتبغي الموضة كتبغي تسقاد شعرها كتبغي دير الميكاب تصوب ان سوبر ميكاب في الدار ما كتخرجش به بيان سور تايا كيعجبها هادشي ديال لي بوكل دوغي لا توندونس مي باش دير عرض ازياء سي با ماشي شي حاجه لي ماشي بحال انا سامير وداكشي ديال القميع وجلس للارض وما ديريش وما نفسرلكش قلت لك لا قال لا لا عندنا واحد لي زيكسبليكاسيون الا قلت لها لا تنقول لها علاش لا الا قلت لها اه تنقول لها علاش اه بارون ديما تيديروا هاد البياج تاع انا صاحبتي كاجي عاودي لي ومن اللي عاودي لها لا بالعكس انا جو سوي تري اوفير ديسبري انا شي با ماشي من داك النوع اللي كاع داكشي اللي مثلا دار معايا فاش كنت صغيره مع مي بارون لان فواحد ليبوك لي بارون كانوا تيعرفوا غير داك التربيه اللي كنت انا ضد ديك التربيه ما درتهاش لبنتي ما نبغيش بنتي حتى هي تكبر في شي حاجه ديال لا انت بنت ما تخرجيش حيت خوك ولي ولد يقدر يخرج علاش حتى انا نقدر نخرج وما نديرش ديك الزبايل اللي كيدير مثلا الولد فهمتي لا ما ديريش ما تلبسيش هذه ما ديريش هذه ما ديريش يعني كنتي كنا فاش انا كنت صغيره كنت كنشوف شي حوايج اللي تنقول الحقره تيوا علاش علاش هما عندهم الحق يديروا كلشي وانت حيت بنت ما عندكش الحق دونك امتى هاد لي غو غادي تصحح في المعتقدات ديال المجتمع ديال واخا انا بنت عندي الحق ندير اي حاجه وطمحتني بحال بحال الدري اي هادشي علاش انا بون حنا راه الحمد لله لي مونتاليتي كيتقدموا لي مونتاليتي ولاو كي هذا كي الناس بداو كيوعاو لا من لي سيري ولا من الافلام ولا من لي ريزو سوسيو ولا من بزاف ديال الحوايج مي هذا الشيء ديال تخو ديال القميع وتخو ديال ما تهضريش الناس ولاو كاينين شي وحدين ما كيهضروش حتى مع بناتهم ولا ولادهم ما تيهضروش الوغ كعارفه بان مثلا بنتك غتبغي شي نهار تخرج تمشي تاخذ شي ان كافي ولا شي حاجه جو سي با غادي تقولي لها لا غتبقى كاع في الدار حداك حيت زعما الجلاس في الدار حداك هو اللي غادي يربيها سي لا في دو دور فاش كتخرج فاش كتتعاشر شنو كاين في الزنقه ما تنقولكش غتخرج الزنقه يعني اوتوماتيكمون تمشي لحاجه خايبه ولا الفساد ما تعرفش شنو كاين في الواقع ماشي تبقى حيت الا بقاتي حاضنه عليها ومجلسه في الدار حداك اكسيتيرا النهار اللي غتخرج الزنقه حيت خاصها تمشي تخدم ولا خاصها تشد طاكسي ولا خاصها تمشي تشد تراموي ولا نيمبورط كوا غتخلع غتشوف شي حوايج اللي هي غتقول او شنو واقع هذا الشيء ماشي اللي كبرت فيه بلاكس خاص صافي تبعي من بعيد وشوف مي اون ميم طون عينيك راه حاضيه ولكن سون بلا ما تبيني راكي حاضيه فهمتي شنو نقول لك فهمتي سي جير فير ان سوجي دو لوان لو فوالا اي دونك هادشي اللي قلت لك مع ايناس انا وياها زعما اوني تري كوبين تنهضروا في كل شيء ما عندناش لي تابو كنهضروا في كاع لي سوجي كسا سوا الصداقه ولا لا سيكسواليتي ولا لا 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 لي زيتود ولا اون بارل دو تو حيت كل شيء سي الحياه هي هكا علاش نبقاو حنايا عندك الحشومه عيب ما نهضروش في هاد لو سوجي تيمشي شي واحد يعاود لها شي حاجه يعاودها لي غلط الوغ كنتي تو سا مير انت تقدري تفسري ليه حسن لان عندك دي زيكسبيريونس وانت تفسري ليه شي حوايج اللي ماشي شي واحد اخر يعاود لها جوج كلمات وتيقها وتمشي في داك فهمتي دونك اني با ديرونجي ان ماما اسم سيليبريتي نو في ليكول ما عندهاش مشكل نو ما اذا جيتي نقول لك زعما هي ما عندها زيد ناقص يعني سيليبريتي ولا ماشي سيليبريتي ماشي شي وحده اللي هي اللي تري بوزي شي وحده اللي عندها كلشي عندها ترانكيل ما ماشي زعما حيت ماما معروفه راني نو عندها عادي زايد ناقص ماشي حتى انا عندي زايد ناقص راه ماشي ما بقاتش الشهره بقات شنو كديري شنو كتعطي شنو كتعاون شنو كدير في اوتور دو تو ما بقاتش الشهره الشهره راه تقدر اليوم تشهر وغدا تمشي لك الشهره ديالك مي شنو كاين اوتور واش كديري هذاك كتحاولي تدفعي بشي ميساج واش كتحاولي تعاوني بها شي ناس بون بيان سور ما تقدرش تبيني كل شيء حيت فاش كيبغي واحد يجي عاون شي واحد كيديرها في السترة ولا هذا مي بون ابري نرجعوا لإيناس زعما ما عندهاش هذيك شنو بغات دير إيناس دون سا في بروفيسيونيل بار لا سويت شنو كتشوفي انت ان هي كتعجبها هي تري ارتستيك يعني الي فلار كيعجبها الترسم كيعجبها دير لا غيتار كيعجبوها دوك لي مانغا كيعجبوها الي تري كتبغي تختارع كتبغي بحال ديك النهار جات خديت واحد الشمعه طويله وجابتها هكا دايره زيكزاك قلت لها كي درتي ليها قالت لي درتها في الماء سخون وتا ولات شويه وقاداتها بحال هكا قلت لها سي مانيفيك زعما ما طيحش عليا هذه الفكره بون ابري كاين دابا العجب في لي ريزو سوسيو
مي فوالا كتبغي دير شي حاجه بيديها، كتبغي تختارها، كتبغي تصوب اي فوالا. دونك شنو اكثر حاجه كتعجبها فيك؟ كتقول لك مامون جيم بوكو سانتو، كتقول لي كتشوفني كنخدم تنوض الصباح كنتريني كتقول لي كتقول لي واو مامون بحال دابا في الصباح فيقتها مع ديك 6h30 سانس فيقتها قالت لي تمشي تريني، قلت لها قالت لي والبرد، قلت لها شوفي c'est ça se passe dans la tête. Il a goulti liuma ghanoud ou ghantrini ou ghandouz nahar zwin ki douz nahar zwin nahar li katfiq nta ya bloqué la bloqué min الفيق من النوضه ديالك من الفراش كتكون بلوكي. والله ما نكذب عليك ابتسام، النهار ديال كله كيكون بلوكي. كديري سبور طول الجوغ على 6h30 ديال الماتان؟ ما نكراش نديرو ماتان اي سوار، ولكن الشعاد ما بغوشي كل مره تغسلو. نو مي كديري كل نهار؟ اه براتيكمون طول الجوغ. برا كتخرجي برا ولا غير في الدار؟ لا سوا في الدار سوا كنمشي لاكورنيش تندير واحد 45 مينوت ولا واحد ساعه ديال الجرى تندخل الدار. شنو كيبدل هادشي في الكوتيديان؟ والله فهمت بلي تيشوفونا فاش كتجري كتحسي براسك بعدا درتي شي حاجه في النهار ديالك ديجا بور لو كور ديالك بالقلب ديالك، لان ما بقاش غير على ود الضعف، حيت كاين اللي كيبغي يجري على ود الضعف وكاين اللي كيجري باش يحس براسو واحد. فاش كتجري بوحدك مثلا وكتحسي بواحد لا ليبرتي، كتحسي بواحد كتعيشي، كتحسي براسك راكي كاينه هنايا. هادي دو ام دو الا ما قدرتيش تجري تقدر تتمشاي لا مارش غابيد تاهي راه مزيانه. ثالثا مزيان لو كور ديالنا، لان ما كنتيش عندك واحد لوندورونس القلب ديالك دير 50 عام يلاشي. شحال من واحد الله يحفظ كيموت بكريز كاردياك ما كتعرفيش علاش، الاعمار بيد الله. مي الواحد خصو يحاول يقاد الماكله ديالو، يقاد لو ريتم كاردياك ديالو باش كمسا تكون مزيان. ومزيان حتى لو مورال، فاش كتديري سبور كتحسي براسك ماشي با خصك تجربيها باش تفهميني. واش في مواقع التواصل الاجتماعي كتعرضت شي مره او مرات للتنمر؟ شي حد ضحك على شي حاجه في الشكل اولا في كتب عليك؟ ما تنقراش فريمون داك الشيء ديال زعما تنقرا كلكو كومونتير، مي زعما باش ندخل انا شوف انا بحال داك التران انا غاديه في واحد لا ديريكسيون، اللي بغى يطلع في داك التران ها هو انا حنا غاديين، اللي ما بغاش كل محطه اللي جايه تهبط اخويا. ما عمر شي رمارك ما ديرونجاتك؟ لا رمارك اللي ديرونجاتني نقدر نقول هذيك كيفاش بقات يقولوا بوماده صفراء كثروا عليها بزاف. اللهم بوماده صفراء وكتخدم، ولا شي واحد اللي جالس وكيتسنى شي حد يصيفط لك بيي دافيون لدبي، ولا انا باغا نخدم باغا نكبر بنتي في دي شوز اللي هما يا مزيانين، تعرف كل حاجه منين جات فلوسها، اللي الحاجه السهله هاي غدوم لك واحد اون بيريود هكا. ولكن شوف كاع داكشي اللي درتي في هاد لا بيريود غيرجع لك من بعد سوا سيغ اي سيغتان، فهمتي؟ زعما دابا انا هاد البنات اللي كنشوف دابا دي فوا اللي ما كتكون عندها ان ديبلوم، اللي ما كتبغيش تقرا، واللي كيتسناو داكشي تحت من السما. بالعكس كنفضل نشجع شي وحده اللي بدات هكذا وطلعات وكتعلم وباغا تزيد تعلم، ولا كتخترع، ولا كدير شي حاجه اللي دو توت فاسون فاش كيكون عندك الدم الحركه توصل لك كتوصل. ما عمرك ما غادي هذا. كاينين المعكازين اللي كيبقاو يتسناو تدق عليهم تقول لهم اه نوض تخدم نوض دير شي حاجه. نو نو راه لا بوتي كتمشي ولا سيلويت كتمشي وكل شيء كيمشي، ولكن داكشي اللي درتي في هاد لا بيريود تو طاري فات غاترابي وكل شيء كيتعرف. كيفاش جات التمثيل ليلى؟ واش تبروبوزا عليك؟ واش انت اللي كنتي باغا تعيشي هاد التجربه هادي، ولا اقترحوا عليك وقلتي الي بوكو با؟ انا التمثيل كنت كندير بزاف ديال كلكو داكشي ديال المسرح فاش كنا صغار اكسيتيرا، جات دوغي فيغ سا. وفاش كنت في الدار دائما انا هي الكلون في الدار. دابا كتشوفوني بحال هكا بالمكياج والشعر مقاد وداكشي، راه فيلمو ديال الضحك. لا غير تقول ليلى فيلمو تلاقيتي معاها غتلقاها تيغي اوي تي بانغ، ماشي غير بوغ تورناج ولا شي حاجه. هادي المشكله. دابا المشكله سي كو شحال من واحد كيشوف ليلى حد جيوي مجبده مقاده اكسيتيرا. علاش؟ حيت دابا هذا سي مون ديفو ديال الدومين ديال لا مود. علاش؟ حيت تعلمت عاوتاني مع لا تيلي ومع هادشي ديال لا مود خصك تكوني ماكيي قاده تا 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 تا. واذا تلاقيتي مع شي واحد داير معك سيلفي او موان بعدا تكون بعدا شويه ديال هذا. مي انا جو سوي كيلكان دو تري سامبل. انا شوي يعني نجلس معك في الزربيه ما عنديش مشكل نجلس معك. بنادم تيشوف كيعطيك ديك حيت شافك مقاده مصوبه لابسه فيغني كيقول لك هذيك كيلي ويلي
واحد وانا راه في هنا انا كنا الضغط الضحك جادور تريغي ديما بوغ نو لي في اللي هما سي دي جي ايجيري ولا تكون دي زيكون دو مود ولا شي حاجه حاسين بريوس لا لا سي توجور حنا دون لا تيت فاكسيو في الثقافه ديالنا عرفتي علاش باسكو لي بوز اللي كديري في لي فوتو اوتوماتيكمون واش غادي ديري لهم اوتوماتيكمون في لي بوز ديال المانكا راك تديري ديك هاك ديري ديك هاك داكشي ديال un peu snob on va dire même si c'est pour ça que tu te souviens que des critiques de كان ديك ساعات كان كيدير لي كلي تيلي فيلم سور دوزام قال لي اسكو تو فو جوي لو رول ديال مانكان ديك ساعات كنت مانكان قلت لي وي عرفتي قال انا جباس نتي ديما كنت تلاحيت قلت وي داكور وعجبني داك عجبني داك داك لانفيرونمون عجبني داك ليسبري عجبني داكشي كامل دونك ابري جاتني نوتر بروبوزيسيون بعد نوتر بروبوزيسيون بعد نوتر بروبوزيسيون وكيف قلت كيفاش كتكون عندك واحد القوه ملاحظه كتفهمي بان كاميرا عندك هنا كاميرا عندك هنا خصك يكون عندك لو ريغار خصك دير لا لوميير عليك هنا يعني tu apprends le temps انا جو سوي j'ai tout appris هكاك مع الاكسبيرانس لا في علمتني بزاف ديال الحوايج وبالعكس ما كرهتش كنت علمت وقريت مي مي ليلى ما احتاجتيش الدبلوم باش توصلي لبزاف ديال دير في لوغانيزاسيون ديالك في لي زيفينمون ولا في لي مارك ولا في اي حاجه ما كرهتش مي لا في كنت ديك فواحد اتجاه كتقولي اوكي بون جو برون هاد لو ليلى نخليوك تريسبيري شويه ونرجعوا بعد الفاصل ليلى التكوين الاكاديمي ما اثرش بتاتا على النجاح ديال ليلى اون فام دافير بلا دبلوم دو كوميرس بلا حتى شي حاجه سكي في انت قدرتي تهرسي قاعد لي ريغل ديال الحاجه اللي ما قدرتيش تكمليها اون تيرم دو باركور اكاديميك هرستي القاعده ونجحتي كوميم اون طونك فام شيف دونتربريز il y a des grosses têtes li wslo li kanou qbel li ta huma yetalmou hakak fi lhayat hit kant ndhom dik l'envie li kant ndhom dik rghba dial li njhou zama machi ana hiya awel exemple ou l'akhir exemple ra kaynin bzaf dial les exemples li bdaw men vraiment de la ou slo hit vraiment كانت عندهم ديك الرغبه مو انا بالنسبه لي ما كرهتش انا كون قريت انا كون هذا ولكن فاش كتجوجي صغيره بون غتقول لي هذاك سي طون شوا ليلى وي سي تي مون شوا ولكن تي اوبليجي دو جيري كتكون عندك اون في عندك عائله عندك بنت عندك هذه دونك مي بارون تاعهم بون اي زيتي ما كانوش لاباس عليهم دونك ما غاديش نلومهم ولكن عاوتاني كتقول اوكي شنو غندير كتحاول تخرج راسك في هذه الحياه كيف ما قدرتي تنقول الحمد لله خرجت راسي و زعما تنقول درت شي حاجه في هذا جيكزيست كاين اللي كيبغيك وكاين اللي ما كيبغيكش كاين اللي غيفهمك كاين اللي ما يفهمكش حيت هذا هو بنادم وهذه الحياه مي سي با غاف المهم بعدا انا تنبغي غير ننصح الناس اللي كيقول لك انا ما عندي زهر انا ما عنديش هذا الا فريمون بغيتيها من هنا ماشي من هنا الا بغيتيها من هنا وبغيتي توصل غتوصلي باش ما كان ليلى واش شي حاجه ندمتي عليها دون لا في ولا ريغريتي في حياتك إلا جينا نبداو في داكشي ديال نو ما نقولكش ندمت لان كتقولي بنتي ان شاء الله ما نخليهاش دير بحالك ما ديرش هاد الغلط نو باسكو ما ندمش لانني طحت فواحد ولد الناس اللي تزوجت انا وياه بقينا 10 سنين انصامبل ابري بون صافي كيتقاد رزق تتقول اوكي ماشي مشكل نبدا عاوتاني صفحه جديده وكتعاود تبداي عاوتاني من الزيرو عاوتاني وكتقولي اوكي شنو غنبدا دابا يعني كنت ساكنه واحد 10 ans في مراكش وفاش جيت لكازا جيت فريمون زيرو كون جو تي دي زيرو ديال اوكي شنو
شنو غندير؟ جلست مع مي بارون واحد شويه من بعد ربي سهل عليا باسكو خدمت شي حويجات اكسيتيرا من بعد مي ربي شوف غير النوايا زوينه وربي ما تخيبكش سكي الحاجه اللي نقول لك ندمت عليها حتى حاجه ما كندم عليها باسكو اي حاجه دازت على 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 الراس كتعلمك واذا ما علماتكش راه كتنفعك اي حاجه واخا تقول لي وي نقدر نقول لك وي ما كرهتش كون درت بلوس دو ديتود بلوس دو سي سو سولا ولكن كون درت مثلا لي زيتود ما تكونش عندي بنتي دابا تبارك الله عندها 15 انا ويا صحابات ما كنتش غادي يمكن غنجوج يمكن كنت غادي هذا يمكن ما كنتش غادي نوصل لهادشي اللي انا دابا جالسه مع كابتسام يمكن كنت غادي نمشي فواحد اتجاه اخر دونك اي حاجه رزقك في الدنيا تكون صعيبه تكون سهله تكون زوينه تكون حلوه مره خديها بواحد الجانب يقول فوالا سي مون ديستان جو لا فرونت وانا معاك صافي كمل في طريقك ما عمر شي واحد ما قال لك شي حاجه ستيل بوماد صفراء او كريتيك بور ليلى بروفيسيونيل ولا بيرسونيل وبقى فيك الحال وقلت شي هضره ما عارفش كاع على سوفرانس اللي دزت منها وكومون جو مسي باتو وبقى فيك الحال وي كاينين اللي كيقولوا داك الكلام خايب بلا ما نقولوا كاين اللي كيدوي مي انا شوف الحمد لله تن أتي ديالها غادي في طريقي ولي حيت واخا ديريها بعض المرات الواحد يقولك شي حاجه اللي ما تقدريش لا لا فورس مع الوقت سي فري كو في الاول كان كيتاثر فيا داكشي وتنقولوا علاش والناس قالوا لي وداروا لي مي ابري صافي كتقولي شوف اللي بغاك راه غادي يقلب عليك باش يفهمك وشنو لو فون ديالك واللي ما بغاكش راه ما يبغيكش واخا تقولي ليه جو سوي لا علاش تدعي راسك دونك كملي في طريقك النهار اللي غادي اللي غتبان تبان فريمون طون كوتي غادي يقول اه واه كنت غلط في هذاك السيد ولا في ديك السيده فهمتي ما تبقاش تحاولي شنو هي اصعب مرحله في حياتي اللي حديبي قلتي هذيك سيتي لا بيريود لا بلو ديفيسيل دو ما في الموت ديال بابا الله يرحمه 10 ايام وانا كنت كنقلب عليه و10 ايام ديال واحد لو يويو ديال لقيناه ما لقيناش لقيناه ما لقيناش لقيناه ما لقيناش الناس كانوا كيتفلاو تبقى لقيناه بالعاني ما كنظنش كانوا كيتفلاو بالعاني نو كانت الروينه راه كانت قربالة كانت فريمون واحد الروينه ديال بصح ديك لا بيريود لا بلو دور دو ما في هي هذيك لا بيريود وكانت عندي واحد لا بيريود اللي هي كانت صعيبه هي فاش مشيت للسعوديه وشفت أنا ما بغيتش تدخل لي دماغي بأن بابا مات كنقول لهم امبوسيبل بابا راه باقي عايش قلبت مشيت لي كلينيك مشيت لي زوبيتو كاملين ما خليت حتى قنت تنقول بابا راه غنلقاه في شي بلاصه هنايا وحليت دخلت لا مورغ شفت دي كادافر شميت دي شوز اللي شفت هادشي فاش كتشوفي داكشي راه هادشي كت فاش كتدخلي دابا كتجيك ساهله حيت كنعاودها لك مي تشوفي دي كادافر كادافر حداك راس اي مالغري سا ما بغيتش نتيق تنقول له ما يمكنش اي عاد في الاخر عاد شفت واحد لا فوتو فيها داك لو ساك اللي كان الله يرحمه لابسه اكسيتيرا عاد تيقت مي tu as gardé l'espoir pendant plusieurs jours عندك دو شوز وي بقيت pendant 10 jours انا كنقول لهم ما يمكنش كانوا الناس كيجيو يعزيو في الدار عند ماما تنقول لي خرج عليا كنت غنحماق في ديك لا بيريود كنت غنحماق كنت نقول له خرج عليا من الدار بابا باقي ما شفتوش ما كاينش حدايا ما عندي حتى شي بروف ما يمكنش يكون ميت دونك كنت شويه مشيتي للسعوديه تقلبي عليه مشيت للسعوديه مشيت تقلبت عليه اكسيتيرا فينالمون لقيت داكشي ديالو الحويجات ديالو الاغراض ديالو اكسيتيرا قالوا لي واش ندخل المغرب ولا هذاك كان ديما كيطلبها دونك خلي الله يرحمه تمايا اي نوت بيريود اللي ما كيعرفهاش بزاف ديال الناس هي فاش كنت حامله كان عندي جوج بنيتات ايناس كانت عندها اون سور داكور كانت دي جوميل كان عندي تومين وماتت لي وحيده دونك على لا نيسونس فلان 24 اور ابري واش شفتيها با وي شفتها زعما شفتيها كان كونتاكت اي شفتها مي ديجا ايناس راه سي اون في اللي تزادت عندها 6 شهور ونص داكور دونك ماشي بنت 9 شهور دونك واحد لا بيريود اللي كانت صعيبه بزاف وكنت مشيت مازال كنعقل مشيت لفرنسا باش نشوفوا المشكل حيت كانت وحده كتكبر وحده ما كتكبرش اكسيتيرا اي قال لي داك واحد الطبيب الفرنساوي قال لي عرفتي اش غنديروا
البنت اللي ما كتكبرش غنصيفطوا لها واحد اللازير باش تموت ونديروا لها واحد لو جيل فكرشك باش تبقى ما تعاديش اختها وكم صنتي تكملي 9 شهور و... سي ديفيسيل كوا كاش كي تي دي ممكن نخلي انا واحد الروح نقتلها بعدا ونخليها في كرشي باش نكملها 9 شهور هادشي Tu as refusé ou tu as accouché prématurément? Non, j'ai refusé. Impossible. Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas un ara. C'était une période très dure. Ça y est, quand tu sais pas bzaf ou quand tu n'as pas de carar, ou finalement tu trouves les que tu vas se dire bien les gars qu'on ou après quand tu sais ça dit 5 mois. فاش قال لي هاد لا هاد لا بروبوزيسيون ودخلت رجعت للمغرب وقلت لي كتبها سي دير بيه اللي غتكون وبقيت بقيت حتى قال لي مون جينيكولوج قال لي فريمون دابا راه خصك تولدي سينو غادي يمشيو لك بجوج وما بعدا غتولد ديري سيزارين وتهذا اي فوالا فينالمون الحمد لله شتي ميم فهاد لي بيريود دور كنحاول نخرج منه البوزيتيف حيت كتقول بوتيتر كو ما كانتش غتكون بصحة جيدة بوتيت كربي حيدها لك لأن ما غتقدريش تقابلي جوج بنات يمكن يعني كتخرجي دائما البوزيتيف الحاجة اللي هي نيجاتيف باش تبقي وتقدري تبقي ضحكة وتبقي ناشطة وغادية القدام إلا بقيتي دائما في ذلك النيجاتيف غتبقى دائما هابط وغتبقى غير كنشوف الكحولية بين عينيك ليلى ديما كنشوفها ماما ماها الله يخليها لك وتتشبه لك ديما بزاف ديال ميرسي بوكو فكاع لي انترفيو تنشوفو بزاف المرات ماماك في لي زيفينمون تنشوفو ماماك معاك حيت هي اللي دعمتني فريمون ديال بصح هي اللي كانت دائما معايا النهار اللي كنت كنقول لها بغيت ندير المانكينه كان مون غران فرير ومون بير الله يرحمه تيقول شنو المانكينه قلت للدار هي اللي كانت تقول لهم انا نمشي نوصلها لشي بلاصه وكتمشي وكتوقف عليا وكتشوف داكشي هو هذاك ولا ماشي هو هذاك وهي اللي كانت فريمون مسانداني ودائما باقا مسانداني وعندنا واحد لا غولاسيون انا وياها اللي très proche. On est copines, on se raconte des choses, etc. Bon, c'est vrai que... Mais je ne sais pas, Anne-Ines est encore plus complice. Mais je dis que c'est une génération, oui, c'est une génération. Je pense que ta maman a surmonté les épreuves, ça, le décès de ton père. Ma mère, je pense que je lui ai vraiment chapeau, parce que vous êtes là, chez Mhain. Il y a la période triste, il y a la période où il y a eu Baba Allah, c'est là, il y a deux mois, il y a eu un frère, dans la même période. هاتيش نيا صعيبه يموت لك خوك صغير اللي كان عزيز عليك اكسيتا دوزات دي بيريود دوزات بزاف ديال لي شوز حتى هي لا مالادي حتى هي بزاف ديال الحوايج مي الحمد لله تو فوا جو بونس كو داك لو كوراج وداك حيت فاش كتشوفي ماماك الي بيان الي ستابل كتاخذي منها المثال اي جو بونس كو خديت من عندها ليكزامبل حيت واخا واخا داكشي كامل كتمشي وكتضحك معاك واخا كتكون مريضه واخا كتكون هذا كتضحك وكتعاود لك وتيعزيز عليها الضحك وتيعزيز عليها الناس وتيعزيز عليها تعرض على العائله فوالا دونك جو بونس كو واخده منها شنو تقول للناس اللي عندهم علاقه خايبه مع الام ديالهم بزاف ديال لي جون في دابا لا نوفيل جينيراسيون انا كنت لا رد الهضره ولا الهوات على لي بارون على لي مامون الوغ كو انا كنتيق في شي حاجه اللي سميتها رضات الوالدين الا ما كانش عندك رضات الوالدين ربي غيسد كاع الطرقان بين عينيك زعما فريمون هذيك ونصحت بها بزاف ديال لي زامي امو ونهار اللي كيرجعوا كي تيقولوا للوالدين اكسيتيرا وكيرضاو عليهم جو توجور لحياتهم كتزيد القدام دونك الناس اللي كيكونوا مخاصمين مع والديهم حاولوا تفهموهم حاولوا تاخذوهم على قد عقلهم ما تمشيش كونتر حيت هو اصلا طون بير ولا تامير الا قال لك ما ديرش هذه القضيه الا هو ما فاهمش اصلا حيت هو قالوا لي واحد النهار فاش كان صغير ما ديرش هكا دونك حتى هو قال لك ما ديرش هكا ولكن الا فسرتي ليه وقلتي ليه فوالا واجي نهضروا بالعقل بون غتقول لي كاينين دي بارون اللي ما تيبغيوش ما كيفهموش ما هادشي هذا مي سا سيغ ريان داك سورتو انت بديتي في عرض الازياء تري طو يعني تي بارون كانوا حتى هما ميزون ميو دي طون باش يتقبلوا ان بنتهم عرضت ازياء ولكن في الاول في هذيك لا بيريود كانوا مشادات كلاميه كيفاش كنتي كتجري داكشي باش تبقى ديما في لو كادر ديال لو ريسبي ديال الفاميلي ماشي دائما تنقول ماما ها انت شوفي اذا شفتي شي حاجه خايبه اذا شفتي شي حاجه ما مزياناش اذا شفتي بعينك كاينه شي حاجه اللي هي غير نحبس وكان دائما كتمشي معايا كتشوف لي كرياتريس ولا كتمشي معايا لي زيكول ولا اي حاجه كانت متبعاني وتنقول لها انت غير شوفي بعينك الا شفتي شي حاجه اللي هي خارجه على الطريق نحبس انا ما باغا والو باغا غير نخدم وباغا ندير داكشي اللي انا باغا
دونك بقات معايا دقه 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 دقه. فاش كتشوف داكشي بان المسافي علاش غتقول لك تقول لك لا؟ بالعكس بدات كيعجبها الحال. مون بير الله يرحمه كان حتى هو فرحان كيقول لهم بنتي راه هذا كدير القفطان كدير هادي. دونك خصك فريمون تحاولي تساسوا طون بير ولا تا مير ولا طون اونكل ولا حاولي تاخذ يشدو ب والله رحمه واخا كان امام تاع مسجد كان اوفير ديسبري وما كانش عنده هاد شوف كيعرف بزاف ديال الناس والوعريه ديال فاش كانوا كيعرفوني كيعرفوا بابا وفاش داروا لو ليان كلشي يقول واه كنعرف بابا واه كنعرف دي جون اللي في الدومين ديالي ما كانوش كيعرفوني. اي فينالمون مون بير الله يرحمه كان شي واحد اللي واحد السيد اللي كان كيعرف الدين وحافظ السن حيزب وكلشي ولكن ما كانش كيجي كيقول لك شوف هي غديري هكا ولا غادي نقتلك ولا غادي نحيك ولا غادي لا كيعطيك فريمون شنو خاص تعطيك بالصغرات وتعطيك بداكشي كامل وابخي انت هذيك الساعه تدبر راسك بينك وبين سيدي ربيك. انا بعدا وصلت لك عطيتك داكشي اللي خاصو انا وصلت لك ديك الساعات يمكن كان اكزامبل في التسامح وفي لا سيتي شوف الى توجور ايتي ان هوم اكسيبسيونيل كان فيه الضح كان فيه دبلوماسي كان دائما يهضر مع الناس واخا واحد فريمون كتلقى شي واحد كاعي يهبط ويهضر معاه ويهدنو وانا شحال مره كنت كنكون شاعله كيبقى يكالمي فيا. بقاو معنا في لو بورتري ماروكان. رجعنا معكم ولو بورتري ماروكان ديال ليلى حديوي. واول سؤال غنسولك ليلى الا كنتي اغنيه مغربيه شنو تكون ليلى حديوي؟ انا ماشي ساهل. ليلى ماشي ساهله في الحب؟ لا صعيبه حيد الكبده. ماشي صعيبه يعني كنبغي داكشي اللي غادي كيفاش نقول لك يعني كنبغيك بغيني ماشي متفلاش عليا تفلاش عليا وما عنديش وقت ما نضيع فهمتيني دونك هادشي علاش هذيك لو كوتي بيرفيكسيونيست ديال الحد ديما كاين حتى في الحب شكرا هذيك كنت كنشوف شي فواحد شي ديفو عندي لا كان شي ايغور صافي ما كنعطيوش فرصه اخرى يعني هادي فيها واحد ديفو خايب ما كاينش فرصه ثانيه قدر ندير فرصه ثانيه ولكن الثالثه صافي سفيني ثالثة فالتة ثالثة ثابتة ثابتة أنا قلت لها فالتة. شنو هي الحاجة اللي كتكره ليلى حديوي في الرجل؟ شي حاجة في الرجل ما يكونش رجل ما يكونش رجل لأن شوف واخا نكونوا كيف ما بغينا كنبغيو داك لو كوتي أن بو جنتلمان كنبغيو داك لو كوتي ان بو ديال حنا كنحلموا لي برينسيس ان بيتي بو داكشي ديال الورود ولي زيتوال وداكشي ديال كانت معنا في بلاطو فولور سحر صديقي الممثله وكنا دوينا على الرجل المبطبط اللي كانت كتضحك بها ديما في المسلسل. واش انت ما عندكش مع الرجل المبطبط؟ لا انا عندي ما عنديش مشكل زعما فيزيكمون. لا ماشي على الفيزيك على الشخصيه ديالته. ما خصوش يكون مبهلص مبهلص هذه المراه ديال المبطبط. مبهلص مع المبطبط خاص يكون راجل كيكون هو اللي عنده لا جنبي اللي كيكون عنده شخصيه حيت انا عندي شخصيه قويه ولا كان شي واحد ما عندوش شخصيه افاسي ولكن بزاف ديال النساء واخا تكون شخصيتها قويه في العمل كتلقاها في لافي ولكن خص يكون عنده واحد كي ليكزيست ماشي محطوط ديكور امبوسيبل. الا كان زعما واحد يبقى داير غير ها وكيتسنى فوقاش نوض لا الوغ نكملوا معاك في البورتري ماروكان ولكن انت اللي حديتي في فيلم مغربي نقول ساره. علاش ساره؟ حيت مثلت فيه. لا مثلتي بشحال من حاجه من غير ساره. لا حيت هذاك الفيلم ما توشي وسي ان فيلم كي بوكو دو سوكسي وكنت مزاك عقل كان لو كود كور ديال الفيستيفال دو فيلم و فيه بزاف ديال الذكريات زوينه. كدا الخدمه مع سعيد الناصري؟ كلها ضحك وتفليه. ما يقبيح ما تيغوت ما حتى شي حاجه ما لا بالعكس إلي تري ديبلومات. كيتعصب كما كل الناس كيتعصب في التورناج مي عنده بزاف ديال لا ديبلوماسي و زعما كيعرف يجير لا سيتواسيون. ملي اتهموا سعيد الناصري بالتحرش كان عطى مثال بيك وقال انا مثلت مع ليلى حدي وما وقعش معاه مشكل. سي فري باسكو كنا فريمون فواحد دي سيتواسيون اللي كان يمكن له يتحرش بيا وما دارهاش وزعما تنحترموا على فريمون على هاد النقطه هادي لان فريمون
كنا في الميم اوتيل كنا يعني اي واحد يقدر تبارك الله ما نعاودلكش انواع ديال التحرش اللي كاينين سيتي با لي مي با دو لا مي فريمون سعيد ناصري شوف انا كاينه بيضه كحله سعيد ناصري معقول خدمه بون بيان سور لي بودجي اللي عنده ماشي لي فري بودجي لي ديال لا برودكسيون اللي تكون عند ان فيلم ايتترا مي بون المهم بيرسونيلمون وشخصيا وفي داكشي في الخدمه الي كومسا واش الناس يسون توس كوريكت معايا لحد ديمي باسكو كتامبوز الاحترام تاعها في الميلو ديال الخدمه ديالها انا عندي واحد بحال واحد لا لين روج انا نضحك معاك ونقشب معاك ولكن غير نشوفك فتي واحد لا باغ ما نقدر تو سويت جو تاريت تو سويت وما عندكش مشكل ما كتحرجيش تقدري تجاوبي لواحد وتوقفي عند حد لا في الاول فاش كنت صغيره باديه كنت كنحشم كنت عندك اكسيتيرا مي من بعد فاش كتشوفي راسك الحشمه ما كتزيدكش لهذا بيان سور ما غاديش تمشي يعني ما غاديش تكوني قليله الادب مي غتحطي بنادم تقول له شوف ستوب هنا وقف هنا وضروري الواحد يكون بحال هكا في الحياه هذه النصيحه اللي كاع البنات دابا هادشي علاش دابا انايا باغ اكزومبل شحال من واحد كيشوفني كيقول هادي ناري في العياقه ناري كي دايره اكسيتيرا مي جو بريفير نعطيك واحد ليماج ديالي ديال شي وحده اللي متكبره ولا في العياقه مثلا كو وحده اللي بحال شي مسطي ويجي في الزنقه يجي يقول لي غدي ليلى لاباس نو ما تهضرش معايا ما كنعرفكش شوف اسكو جو فيديو دونك دائما تديري واحد لا كاراباس باش واحد الفيترينا كنقولوا باش كمصا ما تخليش بنادم يزيد يسرع عليك وكعرفتي هنا في المغرب زعما سي فاسيل كيجي واحد كيتصور معاك تيدير لك لا خويا حيد يديك راه باش جينا ما كنش تجي عافاك ندير معاك واحد السيلفي كدير لي ها لا حيد يديك خلي مسافه الامان لا ما بغيتش قبل الامان من الامان كانت كنخرجوا كاع ولا كانت ليلى حد مغني او مغنيه مغربيه اه كاين بزاف ديال المغنيين والمغنيات اللي كيعجبوني انت عندك بزاف ديال العلاقات في الميليو ارتستيك لا فريمون كيعجبوني بزاف الي نقول سميه وحده لطيفة رأفت علاش لطيفة رأفت كتعجبني داك الشخصيه ديالها كتعجبني كيفاش كتغني جادور سون كاركتير الي مانيفيك ما عمرك ما تلاقيتي معها قبل شكون تلاقينا مي انا وياه متواصلين في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا ما كنجلسوش انصام مالوغوزمون بزاف ديال لي زارتيست ما كيتلاقاوش ما كرهتش نديرو شي حاجه نجمعو كاع لي زارتيست جمعتو واحد المره في واحد الملحمه مع وي وهذيك الشيء دابا مثلا داك الملحمه شحال من واحد هضر غير عليا انا ما هضروش على دوك الناس كاملين لا لا علاش ديما البروجيكتور على لي لحدي ما فهمتش علاش دمي حلو ما العسل علاش تجي وحق الله ما فهمت علاش كلشي كيخليو كلشي وغيجي واحد ليله حديو انا بعد هذاك البروجي عرفتي باش عيطوا ليا وكيفاش وعندك وراه جاي داك الشيء من الفوق وعندك وا 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 وما حيتي كان سعيد ناصري اللي معيط ليا اللي كان فريمون ديجا خدمت معاه دونك انا ديجا عندي ثقه فيه دونك فوالا دونك جاريف تيقول لي خصك تغني تنقول انا ما عنديش الصوت ديال الغناء وما باغاش نغني قلت لك لا والو ما نكتب لك دابا داك الشيء ديالك ولا تقول لي واه منيت كنغني انا كيقول لي غتغني اوكي كتبوا ديك الجمله ديك الساعه الدنيا استوديو عرفتي ديال ما عرفت راسي كي تلقيت راسي في الاستوديو اوكي غتغني وانا متيقه راسي صافي غنيت لي لحدي غنيت جمله قال لك كيفاش شبوز اشهر جمله غنائيه في المغرب واه شي زعما هذيك لا ليكسبيريونس واه هادي ديال ما دير خير ما يطرا باش هادك كان داكشي مجاني بينيفولا شغلي خليك مجاني والطريقه حتى فين كان داكشي ما عرفت واش طماريس ولا بوسكورا ولا ما عرفت شي المهم شي قرطخنا بعيده ياك وليسانس والوقت والماكياج بريف في الاخر لا لا حتي ولكن لافونتاج سكري لا تقبلات الكريتيك وقالت لك انا ما غنعاودش نغني انا غير بغيت هاد لا بارتيسيباسيون شنو نقول لهم باغا نعاودش نغني لان ماش انا اصلا ما كنت بغيت نغني كون غنيت فاش كنت صغيره وباقي عندك دابا لي كورد فوكو مشاو تبحوا مع الوقت مي تقبلت شي حاجه اللي شوف انا بزاف ديال الحوايج درتهم في حياتي لانني كنت مقتنعه بهم يعني ها عرض الازياء ولا التمثيل ولا تقديم البرنامج ولا هذيك مي الغناء عمرني ما كنت باغا نغني لان انا ما عنديش صوت ديال الغناء دونك فاش قالوا لي ما خصكيش تغني اوكي
ماشي مشكلة ما كنتش ناوية أصلا وي وحق الله ما كنت باغية. نكملي معك ليلى ولا كانت ليلى حدوي ممثل أو ممثلة مغربية؟ نزهر الكراكي عشان ديك المشغوبة. علاش نزهر الكراكي؟ حيت كبرت معاها في المسرحيات ديالها في لاتيتود ديالها يعني كنا فاش كنا كنشعلوا لا تيلي كنا تلقاو نزار كراكي اي باسكو عزيزه عليا وباسكو تنتواصل معاها باسكو كيفاش دايره هي كوم بيرسون حيت حنا ديما كنشوف الممثل كنعقل على الشخصيه ديالته في المسلسلات لا الي ادورابل سي حتى هي في الضحك شوف بحال اللي كتشوفيها في ديك الصواب ديالها وديك العفويه ديالها وديك القلب الكبير فريمون الي كومسا D'accord. Et est-ce maman un ami d'elle en plus? Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a, je trouve année que parce qu'on qu'on brille une personne, que l'ouah ça dit il est la case. دونك ماشي حيت هي هو عنده كاس بوحدو ماما عنده كاس بوحدو كل واحد عنده داك كنتي من الناس اللي ساندوها في الفترات الصعبه اللي داز فيهم نزار كراكي حتى واحد ما يبغي داك يبقى بوحدو في داك في اي حاجه صعيبه تكون واخا كيف ما كانت صعيبه واحد خصو يوقف مع واخا غير بالهضره واخا غير بالتليفون فوالا تري بيان ولا كانت ليلى حديوي مدينه مغربيه الا كنت انا مدينه مغربيه انت ليلى من الاصل ديالك انا كازا ماما فاسيه وبابا حداوي من ولاد حدو مي انا كبرت مع لا فامي ديال ماما اكثر من حيت بابا كان فيس اونيك ومي غران بارون ما تعرفش عليهم دونك ما كنتش كنعرف بزاف العائله ديال مون بير كنت مع العائله ديال ماما دونك كبرت بلوس مع ماما وهالفاس اللي ديال ماما دونك فينالمون مي انا كبرت في كازا وقريت في كازا و وكن انا بور موا فاسي ولا شلاح ولا عروبي ولا شوف شنو عندك هنا صافي سي لو بلوز امبورطون ولا كانت ليلى مدينه مغربيه ما نسيتيش عندي ما تسالكش هذا معايا علاش مجلسيني هنا والله لا انا نقدر نقول مراكش لاني عندي فيها بزاف ديال لي سوفنير من الصغر اي سكنت فيها اي كبرت فيها بنتي بغيت نقول مراكش اي اون بلوس فيها بزاف ديال لي زيفينمون اللي كتحضري ليهم ليلى منهم لا ما سي با كيسيون ديفينمون سيتي بعد مراكش سي من الصغر شتي داك تو سكو تو في تو سكو تو في من الصغر هو اللي تيبقى لك بحال كيبقى راسخ في البال ديالك لا عطاك اختيار ترجعي تعيشي في مراكش ليلى ترجع ولا لا لا عرفتي علاش ماشي حيت ما كتعجبنيش لا فيل انا فاش كنت كنساكنه في مراكش دابا مثلا فاش كنت ساكنه في مراكش انت تجي عندي لمراكش كتقولي واو مراكش وانا كنقول عادي شنو دونك انا ما بقيتش لقيت داك لو بليزير ديال مراكش باسكو كتكوني ساكنه فيه دونك تتعاودي لا ميم شوز اكسيتيرا مي دابا اللي ساكنه في كازا وفاش كنمشي لمراكش عادي كنقول واو فهمتي شنو نقول لك تري بيان والخدمه كلها راه كاينه ديالتي كاينه في كازا تري بيان ليلى مكملين معاك بزاف ديال الانتقادات ولا حوايج قالوهم عليك المتتبعين ديالك صحاح ولا غلط حنا غادي نشوفوهم واليوم عندك الكره باش تجاوبيهم كاملين داكوغ هادشي كلشي فقرات الكره عندك والكره عند ابتسام كتعطي الكره ليلى هيا لا الكره عندك انت انا ما عندي والو اكشن انا اللي غنعطيك الكره واول حاجه غادي نشوفوها غادي نمشي نشوف واحد الفيديو مع الزميل والصديق رشيد الادريسي جلا الدور مامي بيان سور تحيه رشيد الادريسي نشوفوا الفيديو انا اللي تعصبني بزاف على شنو رشيد سيكوتي وحده اللي كتقول لك حيت انا صافي طويله خصني نكون مالكان نو شعرك مزيت اصاحبتي سيري غسلي شعرك طويل بزاف سي با لا مود ما كتعرفيش تمشي بالطالون تسيري تريني بالطالون ما بقاش غير الحوايج وي سي لا بروبرتي نقا كاين واحد النهار كنت كندير لي كاستينغ وي فهمتك بزاف ليلى حدوي ما عندهاش مال اللي ما تيعومش ولكن سمحي لي ابتسام انتي زعما راك فريمون جونتي لانك دوزتي الباراغراف كله باش يفهموا لان الناس في لي ريزو سوسيو شدو شعره مزيت شوف انا مالوغوزمون ديفو ديالي شنو هو انني كاش خضره ديفو كيف تيقولوا ياك كاش يعني غنقول لك شي حاجه اللي ما غاديش نفكر فيها دي فوا وغنقولها لك كيف ما خرجت ليا في دماغي ولا في قلبي غنقولها لك فاش ديك النهار فاش قلت لها شعرها مزيت اوكي شي وحده قالت لي
كان عليك تقولي شعرها شويه هاد ما تقوليش خرجت هكاك انا جو سوي كام سا انا جو سوي كاش اي سي فري يعني ماشي كنقولش انا راه عندي احسن سالف ولا احسن شعر ولا انا كنعرف ولا ما نو غير تنقول بان جي فيو دي كا ديال شي ناس شي جاوا عندي باش يدوزو كاستينغ زعما شوف كل واحد والميتي ديالو دابا انت باغ اكزومبل تو انيماتريس انيماتريس تيلي واش غادي تجيب لا ماكياج واش غادي تجيب بالشعر مشعكك ما يمكنش شاك شوز اذا بغيتي تولي مانكا خاصك تكوني نقيه خاصك تعرفي كيفاش تمشي بلي طالون بلو دو دغوا كاين اللي ما كتعرفش كتمشي بحال هكا نو سير دير لي زونترينمون بلي طالون ديالك وتمشي وتمشي وماشي بلي كومبونسي طالون او tu vois donc chaque chose il est quand tu vas tirer de la cuisine tu vas dire chef de cuisine parce que tu sais couper le mousse c'est la base tu sais couper les légumes il y a يعني كاينين des bases في اي métier اللي انا تنقول تعلمتهم في لو طا تعلمتهم انا مع الناس mais si je te donne un conseil بحال هكايا وقلتها ماشي كنقول واه زعما انا شعري احسن منك ولا نو والله احسن العوان مي عارف راسك جاي باش دوز ان كاستينغ سيتادير باش تقدر دوز ولا ما دوزش خصك المينيموم تكون نقي مينيموم شعرك يكون بروشينغي يكون ما فيهش القشره ما فيهش والناس كيمشي بون علاش الناس اجيتاو علاش الناس اجيتاو على هذا الشعر مزيت جو سي با بتي سامراتيش انا دي فور ماشيني شحال هادي ما درت اوكين انترفيو ما درت حتى شي حاجه علاش باسكو انا تيلمون جو سوي كاش تيلمون تنهضر بواحد يعني سبونتانيمون اللي كاينه تنقولها ما تنقولهاش ميشامون ولا تنقول انا متكبره ولا انا احسن منكم ولا نو كنقول فريمون لي شوز اللي هكا كيف ما جات وما تنقولهاش او كيجيو كيبقاو كيقلبوا على هذه ماشي شي حاجه ماشي تنمر ولا انك تقول ان الانسان خاصو يكون واحد النيفو دي جين اللي هوايا غادي مع هذا الميتي هذا من غير لو ميتي دابا سمحي لي دابا ابتسام نحيدو الكوتي ديال المانكينه واش عباد الله غتقدري انت مثلا طلعي في الطوبيس مع حدا شي واحد اللي ريحته ما مزيناش ولا شي وحده اللي فمها ريحته ما مزيناش علاش هادشي كامل باسكو ما عندهمش اون هيجين اللي جين خاصها تكون في كاع لي دومين راه اذا درتي لي جين ماشي على ود الناس ما عندهاش علاقه بالفلوس لا فوالا ميرسي ما عندهاش علاقه بالمويا ميرسي راه اون بلوس لي جين راه ماشي الناس راه ليك انت الا كنتي انت نقي راه سي بوغ توا باش تكون انت نقي ماشي باش تسمى حدا الناس راك نقي فهمتي والله يجيو الناس نقول لك حتى اللي ما عندوش الفلوس يقدر يكون نقي وحتى اللي الحمد لله دابا في هذا العصر اللي حنا عايشينو في هذا العهد هذا كلشي ولا بوسيبل لي بارفان لي ديودوران اللي ما داخل للديور يعني الصابون اللي باشير الماء سخون كاين في الديور يعني كل شيء كاين قبل اللي كانوا الناس فريمون اللي ما كان كان يمشي يجيب الماء من هذا وكان يمشيو الحمامات العموميه وكانوا الناس هكا دايرين وكيصليو في الجات القايمه الناس كانوا عندهم صعيب باش يوصلوا للماء وكانوا سون بروب يعني ما عندها علاقه لا بلا فاسيليتي لا بالفلوس لا حتى شي حاجه الصابونات ديال باش يقولوش لا مارك اوكي الصابونات ديال الدراري راه كاينه حتى هي موجوده زعما ماشي très bien donc un message وصل لي لا je suis d'accord avec toi ما كاينش علاش كانوا الناس يديروا une histoire من هادي كتهضر على هذيك من حبه قبه ديال لي كريتير ديال المانكينه اللي هما في الشكل ولا الجين الى اخره صافي ما هي rien de méchant ولا rien de physique ما قلت شي حاجه خايبه قلت لهم عباد الله انا اللي تبغي شي وحده تبغي دير المانكينه ها هما لي كريتير خاص تكون نقيه تعرف تمشى بالطالون يكون شعرها مزوين تكون حيت لان شنو حنا المانكينه شنو ممكن عندك لو فيزاج ولا سيلويت وكيفاش غتبيني لو موديل حيت تقدري تكوني انت ضعيفه ولكن ما نلبسك شي حاجه اللي ما تعرفيش كيفاش لا ميتر ان فالور ما فكرتيش شكون ياخذ لا غلاف ولا لي حديوي نفورمي شي مانكان نفورمي شي حاجه انا تنفكر في ان بروجي اللي غندير بحال هكا جو فو دوني دي كور باغا ندير دي كلاس باغا ندير مع دي جون باغا لا غلاف راه ما عندناش لا غلاف اكزاكت فاش كنشوف زعما ا دوات ا غوش وما كاينش اللي كينصحو وما كيعرفوش كيفاش فين يمشيو وكيفاش هذا دونك انا كنوجد فواحد لو بروجي اللي نقدر ان شاء الله بحال دوني دي كور دوني دي كونساي دوني دي هذا دونك شنو ناقص اللي مانكا في المغرب شنو ناقصهم بزاف ديال اللي في عندهم لو طالون وعندهم لو فيزيك شنو اللي ناقص ليكسبيريونس وفين غادي منين يجيبوا هاد ليكسبيريونس با سي بور سا كو قلت لك حيت ليكسبيريونس دابا انا مثلا الا جبت لك تصاوري ديال فاش كنت يلاه باديه راه ماشي هما ديال التصاوري ديال دابا وكنت علمو في ليكسبيريونس سيتادير كو دابا انا مثلا
الاغلبيه ديال البنات ديال هادوك شنو كيديروا التصاور سيلفي 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 ولا كتصورها شي وحده وفاش كيديروا داك لي بوز كيديروا بون ما كنهضرش عامه عاوتاني عافاكم كاين داك اللي غادير لك داك لي بوز ديال داك دي اكزاجيري نو لا بوز راه ما بقاتش انت خاصك افيك لونترينمون و مع لي فوتوغراف مع لي توني اكسيتيرا مع الميك اب اكسيتيرا كتولف بحال كتكون عندك كره وكتلعب بيباك وتعرفي كيفاش دريبلي انا قولي لي ليلى شنو الحاجه اللي باقي ما حققتيهاش انت باركور تري ريش دوينا عليه في الاول ديال ليميسيون الانترناسيونال اللي هو تدي فاشن ويك اللي برا شنو سكي انترناسيونال انا مازال راه انا باقي ما درتش هذا الانترناسيونال باقي باغي ندير دي شوز في الانترناسيونال دون طول لي دومين اللي درت هنا باغي نديرو ليه بغيت تمثلي ليه بغيت تقدمي برنامج ليه كلشي ليه ولكن البروبوزيسيون على جيكال انترناسيونال شويه اوزي il faut pas dire juste comme ça خصك تشوفي مايو دو مايو دو بان ولا شي حاجه بحال هكا شوف ماشي حيت المايو دو بان ولا غادي يحبسني ولا نو خصك تشوفي 360 ديال لا شوز ديال البروجي ماشي المايو دو بان ولا نو خصك تشوفي شنو سي كوا كومون علاش كيفاش غدير حاجه زعما ما غاديش تجي تلاحب على كاين نو خصك تعرف شنو غدير اي بوركوا اي كومون دونك سا سي ان بوت كو جي شي حاجه اللي في دماغي وباغا نديرها هدف et je peux pas te dire mais qu'est-ce que je vais dire ou bed ou je sais mais c'est quelque chose que je vais dire alors nous allons l'international parce que une belle chose que les gens disent et le cœur عندك باش تجاوبهم ان ليلى معايير ما كتوافقش المعايير العالميه ليلى elle est bien flu caftan mais la خرجت للانترناسيونال ما كاينش فيها معايير المانكان الانترناسيونال هادو الناس اللي بيان سور ما عارفينش المانكان ديجا بغي نقول لهم بان عندي دابا 36 ans 36 عام دونك المانكينا je pense que دابا وليت مدرب فاش وليت مدرب دابا ديال الكره والله الا مدرب يعني في ليترانجي ساي حيت في ليترانجي كياخذوا البنات عندهم 16 17 عام اكسيتيرا في المانكينا كيف ما شفت ميم في المغرب ما كنديرش دي ديفيلي ولا شي حاجه تندير فريمون غيست في ايفينمون بحال كافتان ولا بحال يعني ما بقيتش فريمون بزاف مانكينا تندير بوكو دو فوتو باسكو سا في بارتي دو مون ترافاي اوسي مي فوالا هادو اللي كيقولوا ما عندكش معايير ماشي اكسيتيرا اوكي داكو اوكي واش بصح ما عندكش المعايير ولا جوست الناس كيهضروا باسكو ما عندهمش درايه شنو هما اصلا المعايير هما عندهم عند بالهم بان سكيليت هي مانكا وانا جامي ايتي سكيليت زعما من نهار اللي كنت سمع عمري ما كنت سكيليت اي سي فري كو واحد الوقيته كنت غليظه وغلاديت باسكو جافي دي بروبليم دو سانتي تاع ان اون اكسيتيرا اي ما باسكو ما كاش كندير سبور اكسيتيرا جو بو كومبراندر فديك لا بيريود يقدروا يقولوا ما عندهاش معايير ديال مانكينا مي لا في كونتينيو ليلى من الحوايج اللي مهمين في الحياه ديالك دويتي عليهم قبيله هو السبور كتشاركي هادشي بزاف مع المتتابعين ديالك في انستغرام بعض المرات تكون وضعيات حركيه رياضيه الناس كيشوفوهم في شكل عرفتي هذيك الجمله اللي تيقولها بزاف في انستغرام في ريزو سوسيو نفس الشيء ولكن تحبون الكفار هي هادي زعما سي دي 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 بوز دو يوغا ولا سي دي دي زعما جو في با ان غران تيكار كلشي كيديرها في لا جيم شوف باس زعما اش غنقول في هاد ما ديما شنو تبغي تقولي للناس اي حاجه كيشرحوها مال الوغ كنتي دايره بوز ديال لو سبور حركه من الحركات اللي كيديروهم الناس اللي كيديروهم في لا سال دو سبور اللي كيديروهم بارتو انت جيت تو لا بارطاجي مع لي فولورز ديالك وحدين اخرين اللي مستافدو غادي يجيو ويبداو انتربريتيو هذا الشيء بوضعيات غير اخلاقيه ودي شوز كوم سا اي دي نون كي نو كوريسبون با لهذيك لا بوزيسيون انا ابتسام جو بريفير لور مونتري سا ونقول بان المغرب راه حتى هو حنايا بلد اللي الحمد لله متفتحين اللي قاريين اللي واصل واعيين اللي واصلين يعني اللي on n'est pas que حيت شحال واحد كيقول المغرب اه وين المغرب ما كديروش ما تديروش رياضه لا واش عندكم طوموبيلات نو المغرب راه حتى حنايا واصلين وحتى حنا عندنا تبارك الله كاع لي تكنولوجي وحنا اوني لا اون اكزيست تري بيان alors on continue on fait du sport اللي ما عجبوش الحال ما يتفرجش انا ما عنديش مشكل انا ما تندير حتى شي حاجه خايبه اللي بغاني مرحبا اللي ما بغانيش عافاك بغيني
ليلى قالوا الناس ان كاين مصممات ازياء بغاو يشاركوا في برامج اللي كتقدمي وكتطلب منهم ليلى حديوي مقابل مبلغ مالي. اللي سمعت هاد القضيه هادي شحال من مره ولما هي خصك دابا هادوك الناس اللي كتسمعي كي هذا كيجي هو بعد اصلا جا المره الاولى وبيان سور ما حنا بعدا في صباحيه الدوزام عمرنا ما درنا طلبنا 1 سنتيم وهاد الهضره تسمعت بانك سوا ديزون باش دوز مع ليلى في البرنامج خاصك تخلص عندي مقابل مالي كيوصل حتى المليون ونص 15 ملي قالوا 50000 درهم لا انا عندي 15 ملي خويتي معاهم 50000 درهم هبطتي الطريفه ليلى لا قالوا بان خاصك هذا اي بي كنت نشوف هذوك الناس اللي ديجا جاوا عندي وكنسمعوا من بعد الناس كيجيو يعاودوا لي راه بان فلان ولا فرتلان قال بان باش دوز خصك هذا تقول لهم ياك واجا علاش كيهضر ما فهمتش بوكو ابخي لي جون الله يهديهم زعما ولا دي فوا كيجيو عندي دابا بحال دابا فاش كنعيط لشي ستيليست تنقول لها راه فوالا بغيناك تجي عندنا البلاطو اكسيتيرا كتجي تقول لي وشحال شحال نخلص Non, je paye rien, juste j'ai payé ta collection et ta carte d'identité ou merhaba bik, tu vois. Après, il y a des créateurs qui ne sont pas les gens qui sont en train de se faire. Ou les gens qui sont en train de se faire, يعني كنبغي انا نقول لك ابتسام يعني فاش كندوز في لا تيلي سي بور فير ريفي باش تخلي بنادم يحلم اذا كنت غنبين لك شي حاجه اللي هي ديجا كاينه ولا شي حاجه اللي بوف نمشي نشوف في انستغرام ما نشوفهاش في لا تيلي انا لا تيلي بور مو باقي انا ديك لا بيتيت في اللي كتشوف لا تيلي وكتحلم دونك انا بور مو خصني نحط شي ناس اللي غادي يديروا لنا دي كرياسيون زوينين اللي غادي نخلي دوطغ جون اللي غيشوفوا هذيك باغ اكزومبل ديك لا بياس يحلموا يقولوا ما كرهتش انا بحال هادي وعلاش ما فكرتش ندير انا هاد الثوم هاد الثوم نمشي شريته هو الثوم هاد الثوم مثلا نشوف واش كجو دير سي تو اما داكشي ديال خصك تخلص باش ونتحدى اي واحد ودابا تنقول لها فاس دو لا كاميرا كنتحدى اي واحد يقول لي راه شديت من عند ليلى ولا ليلى طلبات مني ولا شي حاجه يتحدى اي واحد يقول لك راني شديت الفلوس من عند شي حد ولا 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 طلبت من شي حد دابا يوريني ميساج ولا الا كان فريمون انا كنقول لها فاس دو لا كاميرا عاوتاني ابتسام انت تحدى اي واحد ولا اي وحده قالت لك طلبت ولا شديت من عند شي حد 1 سنتيم ميساج واضح pour passer sur sur صباحيات ما عمرك ما تواجهتي مع شي حد من الناس اللي قالوا هاد الهضره ما شي مصممه قلتي لي اجا فلان انت اللي قلتي هاد الشيء لا لا سا سير ريان باسكو عرفتي علاش فاش كتوصلي لحد دابا مثلا عندي مؤخرا وقع لي هذا دوزت واحد الشخص دوزتو في الانستغرام جي بوستي عيط لي واحد السيد عندك دوزي داكشي ما تبقايش ديري لي اطار هذا راه كيدوي عليك ما خلا ما قال لك تنقول له خليت الله زعما ما عنديش شنو صافي هضر عليا قال عليا ماشي مشكل اش غيوقع كاع صافي شنو غنمشي نجلس انا وياه انا ايوا نقلت حتى انا وياه علاش كيفاش صافي ما عمر ما طلع لك انستغرام في راسك سي قلت انا كنفيك هذا فاش وقع داك البروبليم ديال لي جيل هيدروليك الناس ما فهموش حتى هي انا قسما بالله ما كنت عارفه لو بري ولا شفت لو بري ولا قسما بالله ما كنت عارفه شاد عليا واحد كان جوغ وانا شاد عليا في الدار جا داك السيد ما كانش كولابوراسيون ريمونيري هما يطلبوا منك ان سيرفيس انك تدير لي بروجي حيت داك السيد اللي عيط ليا بلا ما نقول سميه لان معروف قال لي عافاك ليلى وانت دائما انا تنقول لك تخدمي معايا وما كتخدميش معايا وعلاش ما بغيتيش وناناني نانانا ما عنيناش جيت انا قلت لي واخا داكور هيا هاد سي فري كو قال لي واحد الكلمه قال لي لو جيل يدغالك ما بقاش عندنا في المغرب وانا ما كاش كنخرج كاع ما عرفتش شنو سي فري مون دوني كان بروبليم دو ستوك جو سي با ما عرفاش انا اصلا نشوف شي وحده سد عليها وداك السيد اللي كتثقي فيه ياكي كتثقي فيه كتقولي اوكي اصلا قال لك راه مراته دارت ديك لو تروك ايير دارت لو ميم بوست ايير دونك هي مراته درت لو بوست هيغ دونك اوكي دونك يا با دو بروبليم دونك قال لي عافاك ليلى طن 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 عافاك سي تو بلي راه عندي لو ستوك اون بليس دو سا راه تعاوني الناس اللي كيتبعوك باسكو ما بقاش لو جيل في المغرب في لي فارماسي ماشي قلت اوكي المهم هي عندك هي كور عندك
تبقاش تقول لي راه عمري ما خدمت معاك ولا عمري ما درت معاك شي حاجه هذا اكسيتا. من بعد جا واحد انا ميمو قال لي ليلى اتونسيون راه الي شير. جيت انا قلت ليه راه ابارامون راه قال لي سي لو بري هو زعما راه مطيح حتى الثمن. صيفط ليه لو ميم سكرين شوت ديال داك السيد صيفطو له كاين وانا جي ايدرو الكوليك ديالي فيه بزاف ديال الكول وهذاك الشيء اللي كتلقاي في الكوميرس ما فيهش بزاف ديال الكول وانا سي 3 بوتاي في بلاصه اون بوتاي وفيها 200 مليليتر وما عرفتش بقات يقول لي وقال لي وفيها لا ليفريزون قلت اوكي صافي وجي زابي وزدت كملت ودرتي لا ستوري وحطيتيها وكل لا دابا درت لا ستوري ورا لا ستوري ورا لا ستوري جاني بروميير ميساج بروميير اليرت ديال انامي صيفطو لي فاش قال لي قال لي داك الشيء هاد الهضره كامله قلت اوكي كملت انايا الحياه ديالي الحياه ديالي الكونفينمون عاوتاني جو رسوان دوزيام ميساج عاوتاني عيطت له قلت له فلان على الشيطان واش توي سيغ كاين نو تانكيت با تانكيت با عاوتاني ديال تانكيت با لو لوندوم هبطوا عليا باق واه اجي ديال واه شنو طلع لك الدم مي جو تو جور حتى سمعتي شنو بقيت دايره بحال ديك ديك لي كانت جالسه طاح على واحد اون مونتاج ديال التراب ما فهمت والو تنقول واو انا شد عليا في الدار ما عرفاش لي بري ما عرفاش شنو واقع داك السيد كنعرفو لان مراته دارت لا في لو ميم بوست لا ميم شوز ما وقع لها والو بحال في الملحمه ما كيهضروا مع حتى شي واحد كيجيو يهضروا عليها لا هي دارت لو ميم بوست وقال لي راه كاين واحد فلان اخرى غدير حتى هي لو ميم بوست بور موا وداك الشيء لو لاندوما من بعد كنتي صدقت انا كرايت السيد عندك اش داروا لي اونكور اون فوا كتبقى شي حاجه كنخليو طول الموند قسما بالله هي دوزاتها ما قالوا لها والو جات ليلى حديوي طراق يلا ايوا ما لي ها لي جورنو ها لي سيت ها المعيار ها هاجي وقلت لهم ديزولي راه جمشي عارفه راه ما كنتش عارفه ودارت بيا انا الاولاد دارت بيا ايوا خط سيري ليهم كاع اللغات لا مشيا واش حكا ديري من بعد جاك جا عاوتاني الماسك انا يا واحد عزيز قال لي ما عندها ما يدار خصها دير شي حاجه هي انا ما نكليش نبقى جالسه ترونكيل دونك شنو غندير بديت كنصوب لي ماسك في لاتولي ما عندي ما ندير كونفينمون وهذا قلت انا نخدم دونك بديت كنصوب تنصوب اصلا انا لي ماسك تنبيعهم ب 40 درهم وهادوك اللي فيهم زعما لي كريستو والحجار وداك الزاز 80 درهم وتنقول سي با غاف المهم حنا كاملين دابا فواحد لا كريز وكلشي ما عندوش الفلوس وكلشي ما خدامش نتعاونوا و اون ميم طون سي بون شوز وما نبقاوش نديروا داك لي 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 بافيت داك لي كاش داك لي ماسك ديال لي ماسك ديال شيروجيكال وداك الشيء المهم جالسه كنخترع جا واحد من لي فولوور قال لهم ليلى حديوي كتبيع الماسك ب 2000 درهم في الجامو في الدم شنو في زعما مشلل ايوا هبطوا عاوتاني عليا لي ريزو سوسيو الوغ كنتي لي بريتا وكانوا افيشي وكان كلشي لا ما كانوش افيشي مي بري دابا انا اصلا فاش بديت كنديرهم بديت كنهضر مع لا فامي لي زامي اكسيتيرا بديت كنوريهم اكسيتيرا تنقول لهم هذا لي سامبل غنديرو ب 40 درهم وهذا لي فيه شويه الزاز وداكشي 80 درهم ومي زامي كيقولوا لي ديري تكثري طلعي الثمن راك هبطتي بزاف تنقول لهم لا دابا تي سي لا كريز وكلشي ما عندوش قسما بالله وحق الله تنقول لهم الحمد لله اللي كنت هضرت معاكم وقلت لكم لو بري افون واحد بلا وحده فلك ان كومونتير دو مي ديراب ايوا لي جو ليز دي طا 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 حيت دابا هو ملي شاف وقال هذا يكون بواحد 2 ديراب ميري عرفتي يا ابتسام بقيت كنقول واه زعما شنو زعما واش ما عندكم والو غير الحاجه خايبه هي ديال ليلى حديوي والحاجه مزيانه اللي تديرها ما كتشوفوهاش فهمتي والمشكل انك هنا ما درتي حتى حاجه خايبه اصلا كنتي ما بيعاش وفاش كديري ميم الحاجه مزيانه ما كيشوفوهاش ما كيقول لك حتى غير كيقلبوا لك غير فين غادي تزلق هي نمر سي لي كونسيكونس دو لا ريوسيت ما عرفتش لي كونسيكونس ديال لا ريوسيت ولا شي واحد مسموم جالس تابع داك كامل ما حاملكش ديال الحلال كامل ليلى دير لي شيكاسيون عطي بابا تري بيان الوغ ليلى مازال مكملين معاك وغادي نمشيو للفقره تجاوب في دقيقه وعندك دقيقه وحده باش تجاوبي على كاع الاسئله تجاوب يلاه هاك الكره ديال قبيلك اهلا شكرا بقاو معنا في فقره تجاوب في دقيقه ليلى عندك دقيقة واحدة باش تجاوبي على الأسئلة الجاولية كيف ما عندكش الحق تفكري أنا علمتك ما مزياناش نحيدو هاد لا روبريك كامل علاش تجاوب كاع ما سولتش ألوغ
اون ديمار يلا لا لا سير. شكون هي ايقونه الجمال بالنسبه ليلى الحديوي؟ وا خصني دقيقه نجاوب لك فهادشي كامل دغيا. وا خلي نتسناي تدوز دقيقه. لا لا راه دقيقه مازال بزاف. تقدر تكون عالميه. انا نقول لك ماما كتبقى هي لا بلو بيل عندي. تري بيان. واش كتشوفي ان مهنه عارضه ازياء ظالمه للمراه خصوصا في تقدمها في السن؟ نو. ليلى كتستعمل فوتوشوب في الصور ديالها؟ كم طول الموند. كم طول الموند. طموحك الاعلى؟ نشوف بنتي بخدمتها ومزيانه في حياتها وفرحانه وبرا. ليلى عارضه ازياء ممثله او مقدمه برامج شنو كتفضلي؟ الام. لا انا ما عطيناكش الام. سي ان جوب اسمحي لي سي ان جوب. شي فوبيا عند ليلى؟ الفيران. حاجه انا ما يمكنش نعلم الفيران. شكون هي عارضه الازياء المغربيه المفضله عند ليلى الحديوي؟ عارضه الازياء المفضله عند ليلى الحديوي مغربيه؟ سوريا. واش كاين الغيره في المجال ديالك؟ واش كاين الغيره في المجال ديال ليلى الحديوي؟ الغيره دون طول لي دومين كاين الغيره. شنو هو الدوغري ديالك؟ كثيره قليله موين؟ كاين شي بركه فول حاجه ديال الفيسوس فول. الا ما كانتش ليلى شخصيه مشهوره في هادشي كامل اللي دار شنو كنتي كتوقعي تكوني في هاد الحياه؟ حاجه اخرى من غير هادشي. وحق الله وحق الله العظيم من عليك كنت باقا بديك كون كنتي مثلا فيك بحالي 1.60 شنو كانت غدير ليلى؟ غدير مانكا. خبر كتمني تسمعيه في نشرة الاخبار؟ خبر كتمني تسمعيه في نشرة الاخبار؟ شي خبر صافي مشى الكوفيد وصافي ونقدروا نسافروا صافي هذا هو الخبر اللي نبغي نسمع دابا. اكثر حاجه كدير المراه في نفسها اللي هي كتشوفها ظلم في حق راسها؟ كتسكت وكتشوف الحقره وكتسكت على حقها. هذه ظلم. تري بيان. ليلى عرفتي ما كنتيش غابيد كان عندي بزاف الاسئله من المينوت سالات. الله عندك الحمد لله كثرتي عليا والله. ليلى غنكملوا معاكم ما غتبقايش انفلونسوز وغتولي فولوور في فقره نتا الفولوور. رجعنا معكم ليلى ما بقيتيش انفلونسوز انت فولوور وغنشوفوا ليلى شنو كتبع في مواقع التواصل الاجتماعي. ليلى شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور المغربيه اللي ما كتفلتيش لي ستوري ديالو؟ ما عنديش هاد القضيه وحق الله. ما كتبعيش انستا ما كتشوفيش لي ستوري ما كتشوفيش لا لا كنتبع ك عادي مي زوغ زعما باش نمشي ونبحث ونقلب على هذيك لا بيرسون ونمشي نشوف شنو دايره اليوم ولا لا وحق الله ما شي حد كيعجبك الكونتينو ديالو؟ شي حد اللي كيعجبني الكونتوني ديالو نقدر نقول فاشن مينتي كتعجبني ياسمينة اولفي لان دائما انا الجديد وعندها داك الانستغرام ديالها بيان بروبر زوين اكسيتيرا. شكون اخر عاوتاني كاينين بزاف راه اذا لقيتي انستغرام ديالي غتلقايني كاينين بزاف ديال متبع بزاف الناس انا ماشي من داك النوع ديال زيرو كنتبع راسي ما كنهتمش باخبار الناس انا متكبره ممكن انت مش اخبار الناس. شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي كيعجبك الستيل ديال اللبس ديالو؟ خصوصا ان انت دو الدومين ديالك ليلى عزيز ايفيدامون كنوجه لها تحيه جلادون. شكون الانفلونسور ولا الانفلونسوز اللي كيعجبك لي فلوغ دو فواياج ديالو؟ طه السلامي. شكون الانفلونسور ولا الانفلونسوز اللي ما كيعجبكش؟ ما متبعش. شكون هو؟ قلبي عليه املئ الفراغ. عرفتي شحال من واحد ما متبعش ليلى؟ شيرشي لي تخي واختاريهم كاملين ديك الساعة وراه كلشي. ما كذبش عليك والله ما عرفت انا لا ماجوريتي ديال هذوك اللي كنتبع الا فريمون كان عندي معاهم كونتاكت. ودابا باغ اكزومبل انا وياك جو بونس ما متبعكش لان ما كانش عندي معاك كونتاكت. دابا غادي نزيد هذا وغنوليو امي سور انستغرام يعني ما تنديرش غنوليو ولا سولوك غتقول لهم كتعجبني ابتسام كنتبعك. مي نو مي سي فري ماشي زعما ماشي كيفاش نقول لك زعما اغلبيه ديال الناس اللي كنتبع سور انستغرام جو دي بي اغلبيه سي كو كان عندي معاهم شي كونتاكت سي تو. تري بيان. Alors Leïla, ce que je peux te dire, c'est que j'ai passé un moment très sympa, mec. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu
جو سي با كومون الناس يقدروا اي واحد يتلاقى معك وصح اللي دي عندي عليك قبل من الحلقه باسكو جيتي ديجا في بلوزيغ زيفينمون اي ما عمري ما فهمت علاش الناس عندهم فكره ان ليلى ديستونت مع الناس وحاسه براسها خلاص قانون نانا طويله بعيده علينا حيت كدير العكار بعيده ولكن je peux te dire que tu es une personne très spontanée ولا très 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 انا راه هذاك très 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 spontanée اللي خرج عليا وفي البلبل في الاول كنبقى ندوي وكنخرج كل شيء الناس ما قادرينش يستوعبوا ان ليلى une personne très naturelle et spontanée mais moi j'adore les gens spontanés بحالي وبحالك انت انت tu es spontanée et قبيله قاصه كن تنفكر تنقول والله الا هضراتني هاد البنت هضراتني قلت شي حوايج اللي عمري ما قلت حتى فشي بلاصه وجيتي اليز avec toi بقيت و vraiment merci Ibtissam et merci d'avoir insisté لان vraiment كل مره تنقول اليوم غدا اليوم غدا et merci vraiment هذه الحلقه عجبتني بزاف وجلسه معك زوينه ومسخيت بيك je peux te dire que tu es une personne qui vaut la peine insister ولا ou tu es une personne qui vaut la peine تسناوها tu étais وكنت قلتها لك ملي بغيت نبدا البرنامج كنتي الاسم parmi les اسماء اللي في التوب ديال لا ليست c'est vrai وديك الساعه ما كنتش باقي واجده نكذب ما نكذبش عليك زعما شحال من واحد عيط ليا باش ندير معاهم هادشي تيلمون كرهت هادشي ديال لي ريزو سوسيو لان بنادم ما تيفهمكش انت كتبغي تسري في الشرق وما تيقول لك لا لا هكا كتقولي لهم بيض كيقول لك لا كحل انت كتقولي لهم كحل وكيقول لك لا بيض صافي واحد المره كتملي وكتقولي الناس ما غاديش يفهموني علاش انا غنمشي نبقى معامن صافي رجع للور ودير داكشي اللي عجبك واللي ما عجبكش صافي ما كيفهموش بان انت راك بنادم انت عندك دي سنتيمون انت عندك احساس انت ما كرهتيش دير كتر مي لا غالب حنا راه وني دي زيت خوم انت فاسكو جو فيدير مي بون الحمد لله نقدر نقول لك ان اي واحد قال شي حاجه ماشي هذيك العيله راه فريمون داري انا علاش تنقولها ديما داير فاش جبتي هاد الانترفيو مع رشيد ادريسي فقلت لك اللي ما عرفكش خسرك خصك دائما تشوف بنادم تعرف عليه اكثر وكاين اللي غادي يعطيك واحد الفاس زوين وهذا ومن بعد غير ما تعرفش منين جاتك الدقه c'est vrai je te jure mais c'est pas grave alhamdoulillah en tout cas moi je suis très très très, très fière de toi et je suis fière de toi comme icône de beauté et de mode et je suis fière que la femme marocaine mais tu as icône je me disais mais elle est la plus oui elle est ce parmi les commentaires pour moi que la personne elle est tmsخات ضعفت وتمسخات ما عرفتش كي ولات تكشعر طولات en plus حاسه براسها en plus من عود لكش مكتنفش en tout cas Leïla merci à toute l'équipe merci aux réalisateurs et en tout cas كلنا on est fiers de toi صافي نديرو واحد الشيو نعاونو نديرو شي فالوور ما كاين حتى مشكل par contre نطلب منك في اخر الحلقه قلتي لي صافي سالينا غير بليتي ليلى مزوبه ليلى خدامه بوسوز غنطلب منك اخر حاجه هي درنا اون ستوري في لو كونت ديالك باش ديكري لينا الحلقه كيفاش دازت بكل صراحه اها وانا قلتها دابا تقسميها مع لي فولوورز ديالك وتقولي لنا شنو رايك في البرنامج ولكن انا فريمون الصراحه هادشي كلشي في فقره لا ستوري وانا كنقول لكم نتلاقى معكم الحلقه الجايه ودائما في برنامج فولوورز انا كاينه دابا في البرنامج فولوورز معايا ابتسام نعاود لكم شحال في هاد العياقه انتما شوفوا قالت كدا انتما دايره رجل فوق رجل ودايره داكشي زعما ولك حل شوتو بحال شوف بغيت نقول لكم انا كاينه اكزاكتومون في البلاطو ديال فولوورز فريمون دوزت واحد الحلقه زوينه واحد لقيت زوين هاد السيده هادي خلاتني ندوي في شي حوايج اللي عمرني ما كاع ما دويت عليهم اي كنشكر كاع ليكيب اللي كاينه هنايا فريمون ميرسي بور تو ميرسي او ريزاتور اي نتلاقاو في فولوورز فريمون واحد ليكسبيريونس زوينه بزاف هاد السيده هادي الله يعمرها دار كنت كنشوفها زعما في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا مي لا تقربت منها بزاف جيسبر ماشي اخر مره نتلاقى ميرسي ا توت ليكيب ديال فولوورز والبرنامج بيك ايلي بيان عرفتي كنحس براسنا بحال قلت انا وياها في الدار تبارك الله عليك ابتسام ميرسي بوكو ليلى ان شاء الله تلاقاو فولوورز